نحن Korea Refugee Rights Network نعلن لكم. يحق لكل طالب اللجوء قام بمقابلة اللجوء باللغة العربية خلال الفترة بين اليوم الأول من سبتمبر لعام 2015 واليوم 30 من يونيو لعام 2018 إعادة طلب اللجوء وإصدار البطاقة الشخصية الأيدي مجددا. وحتى ولو كان مقيما بشكل غير شرعي سيتم إعفاؤه من الغرامة، ولكن لا يطبق هذا القرار على من تم القبض عليه بالفعل بسبب إقامته غير الشرعية. وأرجو التأكد من تاريخ المقابلة ليس طريق تقديم طلب اللجوء، ويطبق هذا القرار على من قد طلب اللجوء عدة مرات أيضا إن كان قد خضع لمقابلة اللجوء خلال الفترة المذكورة عليه ولو لمرة واحدة من عدة مرات، وإذا تأكد أنه حضر المقابلة في الفترة المذكورة لا يحتاج إلى إلغاء طلب اللجوء السابق وإعادة طلب، ويمكنه أن يذهب ويطلب بطاقة أيدي مباشرة، ولا داعي لتوكيل المحامي لإعادة طلب، ويمكنه تقديم وثيقة طلب اللجوء في مكتب اللجوء التابع لمحل إقامته، وسيتم تحويل طلبه إلى قسم الإقامة لإصدار البطاقة الشخصية، وسيحصل على إقامة تشي وان. تعقب ذلك إجراءات طلب اللجوء منها المقابلة والاستئناف وتقديم الشكوى في المحاكم في حالة عدم الاعتراف بحق اللجوء. وبالنسبة للمقيمين في سيول، تم دمج مكتب اللجوء المعروف باسم UN بين العرب والذي كان مكان مقابلة اللجوء في سيول مع مبنى مقر مكتب الهجرة الواقع في منطقة موكتون، وبالتالي ستجري مقابلة اللجوء هنا في العنوان التالي. وهناك فريق خاص موجود في المبنى نفسه يتكون من الناشطين TFC الذين يعملون في مجال حقوق الإنسان ومترجم، وسيكون في خدمتكم خلال أشهر اعتبارا من اليوم الثامن من إبريل لعام 2020، ونلخص المعلومات عليها. ورقم الأول، رجاء للتأكد من تاريخ طلب اللجوء الأول وتاريخ المقابلة الخاصة بإعادة طلب. وهل حضرت المقابلة مرة واحدة على الأقل في الفترة ما بين اليوم الأول من سبتمبر لعام 2015 واليوم 30 من يونيو لعام 2018؟ إذا كانت إجابتك نعم، إذن الرقم الثاني، رجاء للزيارة إلى مكتب الهجرة في سيول أو مكتب الهجرة المختص بمحل إقامتك. لا تحتاج إلى إعادة طلب إذا كانت قضيتك تحت تعقيق بعد إعادة طلب أو استأنفت أو رفعت دعوة. ورقم الثالث، رجاء لزيارة إلى قسم الإقامة وإملاء استمارة السماح بالإقامة والمطالبة باستخراج بطاقة ID. ونهائيا بعد التأكد من الرقم الأول، إذا احتجت إلى المساعدة الخاصة بإملاء استمارة طلب اللجوء والاستعلامات وغيره، اتصل بالبريد الإلكتروني أو برقم الهاتف.